بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين. أهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي كتبنا كتاب قلوب عامرة. ما زلنا في تصحيح سورة النبأ، نجهز المصاحف عشان نستكمل تصحيح قراءة الآيات المباركات. يلا يا شباب. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم إنما كانت مرصادا. إن جهنم كانت مرصادا. للطاغين مآبا. للطاغين مآبا. لابثين فيها أحقابا. لابثين فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إلا حميما وغساقا. إلا حميما جزاء وفاقا. جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. 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 وكذبوا بآياتنا كذابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. وكل شيء أحصيناه. أنا عايزة بس الهمزة المفتوحة. أنا عندي في اللغة الفتحة والضمة والكسرة بيبقوا قدامي على الأحرف. لو أنا معايا همزة مفتوحة بقول أزعل. أزعل بجد أزعل. بفتح الاسم اسمها إيه؟ الفتحة. تفتح بقك يمين وشمال. الفتحة اللي على الهمزة عايزة أسمع افتح بقك كويس. يبقى ما بقولش دي خالص، ماليش علاقة بيها. يلا. وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الآيات هنا بتتكلم عن جهنم والصعاب اللي أهلها حيواجهوها. إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا. ده المكان اللي حيقولوا إليه لابثين فيها أحقابا. ما تعدش الوقت اللي حيقعدوه فيها. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. ما فيش أي نوع من النعيم. لا ماء بارد يشربوه ولا أي نوع من المشروبات يشربوها إلا حميما وغساقا. يشربوا بقى الموجود في نار جهنم. الآيات شديدة
بتصور مواقف شديدة جزاء وفاقة. طب العذاب ده ليه؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لأنهم كانوا بيكذبوا أصلا بإيه؟ بيوم الدين، بيوم القيامة. ويوم القيامة ده يوم الجزاء، يوم الحساب اللي ربنا سبحانه وتعالى يجازي من أحسن على إحسانه فيه، ويعاقب من أساء في دنياه في هذا اليوم الرهيب الشديد. فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه ينجينا وإن يجعلنا من أهل السلامة ومن أهل الإيمان ومن أهل الإسلام. الإنسان لازم يستشعر النعم، يبقى أنا وأنا بقرأ القرآن أبقى فاهم المعنى وصوره بنبر الصوت عشان أنا نفسي أتذوق المعاني اللي أنا أقرأها. إن شاء الله الحلقة المقبلة هتصحح وهسمع من كل واحد منكم تصحيح الآيات، ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى داعين راجين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين يا رب العالمين.